من كوفنتري ينضم إلينا الآن رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك معنا سيد رامي. يعني 19 استهدافا لقواعد التحالف الدولي بسوريا خلال الشهر الماضي، هذه الحصيلة بالإضافة لكافة التطورات الحاصلة، يعني كيف تقيمها، كيف تنظر إليها؟ نعم مساء الخير. طبعا 20 استهداف مع الاستهداف الذي كان قبل او صباح هذا اليوم في قاعده الشداد العسكريه في جنوب الحسكه، لان هناك استهدافات يوميه، ليست شبه يوميه، هي يوميه لهذه القواعد الامريكيه داخل الاراضي السوريه من قبل حقيقه الامر ما البيانات الصادره ما تعرف بالمقاومه الاسلاميه في العراق، لكن غالبيه الاستهدافات تكون من العراق، ولكن بعض الاستهدافات كانت من داخل الاراضي السوريه، هي في اطار تصعيد ما تعرف بحرب الانتقام لغزة وفق هذه البيانات والتي تستهدف القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية. نحن نتحدث اليوم عن 20 استهداف في أقل من شهر على هذه القواعد الأمريكية. الاستهداف الأول بدأ في 19 من الشهر الفائت، والاستهداف الأخير كان صباح هذا اليوم. إن يعني إذا ما قسنا أن هناك في اليوم نحو استهدافين لهذه القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية. طيب مع كل هذه الاستهدافات، يعني كيف ترى الأوضاع على المدى القريب، إذا لم نتحدث كذلك عن على المدى البعيد، مع تصريحات نصر الله بالأمس، مع حديث عن موافقة النظام السوري على إعطائه يعني أو تسليحه بأسلحة جديدة أو بأنظمة دفاع جوية جديدة؟ يعني النظام السوري دعيك يعني بالمعنى العام يخليه يصلح نفسه بالاول، يعني النظام السوري لا يرد على اي استهداف اسرائيلي على الاراضي السوريه، اي سلاح سيقدم النظام السوري لحزب الله اذا كان هو ليس لديه مخزون من السلاح ويعتمد على السلاح الايراني، حزب الله لديه كميه اسلحه كافيه، لديه منظومات دفاع جوي ايرانيه دخلت الى الحزب، قد لا يستخدمها الان، يستخدمها في المستقبل، ولكن بشكل قطعي منظومات الدفاع الجوي الايرانيه التي دخلت الى الاراضي السوريه اثنان او ثلاثه منها داخل الأراضي السورية، باقي المنظومات ذهبت إلى حزب الله اللبناني، وجميع المنظومات جاءت عبر طريق ما يعرف في طهران بيروت الذي يمر من المكمل. طيب هذه الاستهدافات تقابل كذلك باستهدافات أو برد، دعنا أقول من الجانب الآخر، هل هي رادعة بشكل كاف؟ هي ليست رادعة، هي كل الاستهدافات الأمريكية كانت ثلاث استهدافات لم تسبب بإيقاف هذه الهجمات من قبل الميليشيات المدعومة من إيران على القواعد الأمريكية. نحن نتحدث فقط داخل الأراضي السورية عن 20 استهداف، استهدافات مكثفة لهذه القواعد، وكانت الردود بسيطة، سواء كان ثلاثة ردود يعني ردين من باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية ورد مجهول، ولكن كل هذه الردود لم تؤثر على استهداف هذه القواعد الأمريكية من قبل هذه المجموعات الموالية لإيران. طيب وليس هناك مخاوف يعني في ظل اشتعال الجبهة اليوم في غزة وتحذيرات وتخوفات من اشتعالها يعني من هذه الجوانب، من تحرك أمريكي حقيقي باتجاه من يستهدف هذه القواعد الأمريكية الموجودة في سواء العراق أو حتى سوريا؟ لذلك هم دائما تصدر بيانات باسم المقاومة الإسلامية في العراق، هم يريدون جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى اشتباكات داخل الأراضي العراقية ليس داخل الأراضي السورية. داخل الأراضي السورية أين سيستهدفون؟ سيستهدفون البادية السورية، يعني الميليشيات المرة لإيران تقوم بعملية إعادة تموضع بشكل شبه يومي، اليوم على سبيل المثال في الميادين، في القورية، في مناطق تقع في مناطق غرب الفرات، لم تعد هذه القوات مشاهدة بالعين المجردة أن هناك عملية إعادة تموضع بشكل كبير جدا لهذه الميليشيات. ولكن إيران لا زالت تتنصل من أي تدخلات بشكل مباشر أو حتى غير مباشر من كافة ما يجري. هي يعني هذه الميليشيات بالعموم من إيران، إيران تتنصل، إيران لا تتنصل، الواقع بأنها هي بأوامر الحرس الثوري الإيراني هي التي تقوم هذه الميليشيات باستهداف القواعد الأمريكية حتى لو تنصلت إيران، ولكن دعينا نقول أيضا حتى صواريخ الجولان السوري المحتل هي كانت بأوامر حزب الله اللبناني، كل هذا الشيء النظام بعيد كل البعد سواء استهداف القوات الأمريكية أو استهداف القوات الإسرائيلية في الجولان المحتل. وهل هناك تخوفات سيد رامي برأيك حقيقية من فتح جبهات سواء كانت مع حزب الله أو حتى من سوريا أو العراق مع إسرائيل في كافة يعني بنظر لكافة المعطيات الموجودة؟ يعني بالنسبة لعناصر قوات النظام، البعض منهم موجود في درعا وموجود في القنيطرة يريد أن يفتح جبهة مع الجولان المحتل، ولكن الأوامر صارمة من قيادة النظام يمنع إطلاق أي صاروخ من القواعد العسكرية باتجاه الجولان المحتل، والأكثر من ذلك بأن القوات الروسية انتشرت على الحدود مع الجولان المحتل لمنع انتشار أو إطلاق صواريخ من القواعد العسكرية التابعة للنظام على الجولان السوري المحتل. شكرا لك، كنت معنا من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.